يستحب خفض الصوت عند من له قدر ككبر سن أو مزيد علم أو كبير فضل من كالأبوين ونحوهما. ولقد قال تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال الشراح: وبالتبع من له منزلة فلا يرفع الصغير صوته على الكبير. وكان هذا من الأشياء المعروفة حتى في الجاهلية وفي قصة مجيء سعد بن معاذ إلى مكة للعمرة أو للحج للعمرة، وقول أبي جهل له: أويتم الصباح ثم جئتم تطوفون بالبيت آمنين، وكأنه يهدد. قال: والله لئن منعتني عمرتي لأمنعن عيرك من المرور ببلادي إلى الشام. فقال قائل: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل هذا الوادي. شهيدي أنه كان من المتعارف أن الذي له شأن يخفض الصوت عنده، والله تعالى أعلم. وهذا داخل في توقير الكبير، والنبي قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. قال: